أهلا بك من جديد. في إطار رحلتنا مع الأمثال العربية، سنقف اليوم على المثل العربي الشهير: جنت على أهلها براقش. يقال إن براقش كانت كلبة، وقد أغار قوم على قومها فنبحت، فنبهت قومها فقاموا وذهبوا إلى مغارة ليختبئوا فيها. وعندما جاء النصوص أخذوا يبحثون ويبحثون عن أهل القرية دون جدوى، وعندما لم يجدوا أحداً هموا بالانصراف. الأمر الذي أسعد براقش فجعلها تنبح تعبيراً عن فرحها. هنا انتبه اللصوص فقتلوا عدداً من قومها وقتلوها أيضاً، فقيل جنت على أهلها براقش، فأصبح هذا المثل من الأمثال الشهيرة السائدة بين الناس إلى يومنا هذا.